شهر الخير وحب الغير قيام الليل صيام شهر فيه يوم أفضل السلام عليكم يا أصدقائي، أنا صديقتكم أبرار العبدودي، أدرس بالسنة الرابعة في مدرسة الابتدائية بالقرى. جئتكم كي أشارككم تفاصيل يوم البسيط في شهر رمضان. أولا دعوني أحدثكم قليلا عن هذا الشهر الفضيل، ترتيبه 9 بعد شعبان، شهر الخير والبركات، شهر الطاعة والقرآن. لذلك يجب علينا أن لا يمر يومنا عبثا وأن نحسن التدبير فيه. رمضان هذه السنة مختلف بالنسبة لي، لأني بدأت قبل حلوله بحفظ قواعد الصلاة والوضوء لأشارك عائلة الصغيرة العبادة، وعزمت أن أصوم منه ما تيسر لي. يومي يبدأ منذ الصباح الباكر، أتجهز وتعد لأمي فطورا ثم تصطحب للمدرسة. يمضي معظم الوقت في القسم بين مادة لأخرى، وعندما ينتهي نصف يومي أعود للبيت، أتوضأ وأقضي ما فاتني من الصلاة، ثم أخذ قيلولة صغيرة وأنهض لأساعد أمي في أعمال الطبخ. آه كم تعبت أمي الحبيبة من أجلنا، خاصة مع صيامي، أدبها الله لنا وارزقها الصحة والعافية. أما عن العمل التطوعي فقد كان حسب قدرتنا المادية، أنا والصديقات والجمعية التي كانت تؤطرنا. فقد قررنا خلال هذا الشهر الفضيل، شهر صلة الرحم والتجمعات، أن نزور الآباء الذين تخلوا عنهم أبناؤهم، وأن نشاركهم مائدة الإفطار لكي لا يشعروا بمرارة الوحدة. ففي هذه الأيام المباركة العائلة هي الأساس، أخذنا ما تيسر من الحلويات الرمضانية وأمضينا معهم إفطارا ممتعا.